أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وسخر
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.